وزيرة الدولة لشؤون المصريين في الخارج والهجرة نبيلة مكرم. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا. أهلا بحضرتك. ومعالي الوزيرة، هبدأ معاكي بأهمية تفاصيل هذا بقرار بأهمية هذا القرار وتفاصيل هذا القرار الخاص بتشكيل اللجنة الوطنية اللي بيكون فيها كمان ممثلين من وزارات كثيرة زي الخارجية والقوى العاملة والتخطيط والمتابعة. مظبوط، زي ما حضرتك ذكرتي، الحقيقة مهم جدا لشغل وزارة الهجرة وأي وزارة أخرى الحقيقة، إنه لازم يبقى عندنا قاعدة بيانات. بمعنى إنه أنا كوزيرة للهجرة على سبيل المثال عايزة أعمل صندوق استثماري للمصريين في الخارج، عشان أخاطب كل الشرايح لازم أبقى عارفة مين الشرايح اللي عندي. منطقة الخليج غير منطقة أمريكا غير منطقة أستراليا غير منطقة أوروبا، انما مين اللي موجود هناك وبيشتغل ايه، هو ده اللي انا مش عارفاه. ما ينفعش انه انا بعد 3 سنين من عوده وزاره الهجره ان احنا بس يبقى بنحصر المواطن المصري في الخارج برقم، يعني ما اقدرش اقول المصريون في الخارج 10 مليون. ايوه، ال 10 مليون دول بيعملوا ايه؟ بيشتغلوا ايه؟ عشان كده عرضت على دوله رئيس الوزراء باهميه تشكيل لجنه مكونه من الهجره والاتصالات والبنك المركزي والرقابه الاداريه والخارجيه والقوى العامله والتخطيط. مهمه هذه اللجنه، وطبعا صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء امبارح بانشاء اللجنه الوطنيه لانشاء قاعده البيانات. هذه اللجنه اعمالها ان هي في البدايه بتروح لكل وزاره موجوده في الدوله واللي عندها قاعده بيانات للمصريين في الخارج، وبتاخد هذه البيانات، وبتعاوني مع معالي وزير الاتصالات عملنا زي شيت او زي بيان بيوضح فيه اسم المواطن، المهنه بتاعته، سنه الهجره، جاي من انهي محافظه. باكد للمتشككين او اللي بيخافوا من صدور هذه القرارات انه هذه اللجان جايه علشان تشوف الدخل او عايزه تشوف الضرائب على المصريين في الخارج، كل الكلام ده لا اساس له من الصحه. الغرض من هذه اللجنة إن إحنا نسهل على المواطن، إن إحنا نعرض له طبقا أو نلبي احتياجاته طبقا للشريحة اللي هو جاي منها. فعشان كده إحنا على سبيل المثال عندنا في التعليم العالي في قاعدة بيانات، في الداخلية عندنا بيانات، في التضامن عندنا، في حتى دي مصادر مصادر المعلومات يا فندم. مظبوط، كل ده إحنا بنجيبه بس بنحطه في بيان جديد بيوضح فيه بمنتهى البساطة هذا المواطن بيشتغل ايه بره وجاي من انهي محافظه، علشان فرضا احنا عندنا مثلا مجموعه من العماله عائدين لازم اعرف جايين من انهي محافظات، لازم اعرف ايه مهنتهم عشان اقدر ان انا كدوله اساعدهم. بنبتدي ان شاء الله بوزاره الداخليه، زي ما حضرتك عارفه احنا عندنا مصلحه الجوازات، الباسبورتات اللي صادره، عندنا الارقام القوميه، عندنا كل المعاملات، مصلحة الأحوال المدنية الحقيقة عندها الكثير من البيانات. عشان كده كان قرار دولة الرئيس في إنشاء هذه اللجنة مهم جدا، علشان إن كل الوزارات المعنية تعرف إن مشروع قومي طبعا طبقا لتوجيهات القيادة السياسية. بعد لما بنخلص من البيانات اللي جوه الدولة بنخرج للخارج، استفاراتنا وقنصلياتنا ايضا احنا عندنا بيانات كثيره ليهم في الخارج نقدر ان احنا نزودها على هذا البيان اللي هيكون مقره الدائم في وزاره الاتصالات. طيب يا فندم، يعني ايه اللي مطلوب من المصريين في الخارج اللي ممكن يكونوا بيسمعونا دلوقتي واكيد هيتاهبوا لمثل هذه الخطوه؟ ايه اللي مطلوب منهم؟ تسجيل بياناتهم ولا يعني هيكون في هدف خاص بجمع البيانات بيقتصر على البيانات اللي موجوده فعلا اللي مسجله فعلا، ولا هتحتاجوهم وهتحتاجوا معلومات اكتر واوفر منهم بناء طبعا على اي تغيرات ممكن تبقى طالت الناس اللي عايشه بره دي؟ المطلوب من المصريين في الخارج اول حاجه ان هم يامنوا ان هذه اللجنه جايه علشان تخدم مصالحهم وتلبي احتياجاتهم طبقا لبياناتهم اللي موجوده عندنا. تاني حاجه زي ما قلت لحضرتك، مالهاش دعوه بدخله في الخارج ولا في كلام عن ضرائب هتتفرض على المصريين في الخارج ولا اي نوع من اي تدخل في الدوله في الشؤون الداخليه لهؤلاء المصريين في الخارج. المعلومات اللي بنطلبها معلومات بسيطه زي ما قلت لحضرتك، مجرد الاسم، المحافظه، المهنه،
حدي لحضرتك مثال، وأنا متأكدة المصريين في الخارج بيسمعوني، في مؤتمرات مصر تستطيع اللي بتنظمها وزارة الهجرة، مش عايز أقول لحضرتك الكثير من العلماء والخبراء بيبقوا عايزين يشاركوا، عايزين يسجلوا بياناتهم. أنا لو عاوز أعمل أنظم كوزارة للهجرة مؤتمر فرضا على الطاقة الكهروميكانيكية أي حاجة، أنا عارفة دلوقتي فين العلماء أو الخبراء في هذا المجال موجودين فين طبقا للقاعدة اللي عندي. لما يكون عندي عمالة عندهم مشكلة معينة في دولة معينة، أنا عندي بيان بيهم، عارفة دلوقتي كل واحد جاي لي من أي محافظة أو جاي بيشتغل إيه، نجار، سباك، كل الحاجات دي أنا كدولة مهم إن أنا أعرفها. فاللي هيطلب من المصري في الخارج بيانات، هو بيان تم إعداده مع وزارة الاتصالات، بيان سهل جدا في المهنة، في المحافظة، في سنة الهجرة، في إيميل عشان نقدر إن إحنا نتواصل معاه إذا كنا عاوزينه في حاجة، إذا كان هيشارك. دلوقتي العلاقة ما بين المواطن والدولة بقى فيها زيادة في الثقة الحقيقة، والمصري في الخارج بقى يشعر ان هو جزء من هذه الدولة. فبالتأكيد ان خطوة زي كده بقرار من دولة رئيس الوزراء ان احنا نبتدي في انشاء قاعدة البيانات على اسس فيها طبعا ثقة في المقام الاول وفيها خدمة للمواطن المصري وللدولة ايضا. شكرا جزيلا لحضرتك وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، شكرا لوجودك معنا.